خلينا نروح لخبر تاني، والخبر ده يعني كثير الحقيقة. دايما بنلاقي كابتن محمود الخطيب في حالة الفوز بيهني وبيطالب اللاعبين او اللاعبات واجهزتهم الفنية ان هم ينسوا الفوز، يعني الفرحة ما بتاخدش اكتر من 24 ساعة وبعد اذنكم ركزوا في اللي جاي، ده بقى ماضي. ولكن بنلاقي كابتن محمود الخطيب امتى بيتدخل؟ لما بيلاقي او بيدعم، لما يلاقي في فرقة حصل لها دروب وهو مش متوقع كابتن محمود او معروف عن الفرقة دي انها كويسة. فالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على الاجتماع مع لاعبات الفريق الاول لكره السله سيدات وجهازهم الفني والاداري والطبي في حضور كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي. طب ليه الاجتماع ده؟ قال كابتن الخطيب ان اللي حققه الفريق الموسم اللي فات زي ما قلنا في مستهل هذا الخبر من نتائج روعه مميزه وفوزه بكل البطولات اللي شارك فيها، وان الانجاز ده من المفترض ان يمنح الفريق دوافع جديده لمواصله المسيره المتميزه. واكد النتائج الاوليه في بدايه الموسم ده ما كانتش بالقدر اللي يليق بالفريق وامكانياته الفنيه والبدنيه، وقال انه لابد من مراجعه سريعه للوقوف على الاسباب ده، خصوصا انه حس ان النجاحات اللي اتحققت السنه اللي فاتت خلت اللاعبات تحس وترتاح بعد تحقيقها، وده ما ينفعش يكون موجود في قلعه البطولات. واكد كابتن محمود الخطيب انه حذر من ده في حفله التكريم. زي ما قلت لحضراتكم، والله انا ما كنتش قريت الخبر بس انا عارف كابتن محمود الخطيب بيفكر ازاي. مؤكد كابتن محمود الخطيب انه حذر من ده في حفل التكريم اللي اتعمل لنهايه السنه اللي فاتت، لان طموح الجمهور ملوش حدود ولا سقف. واضاف ان الفوز بالبطولات بتحتاج مجهود مضاعف، وده لازم كلنا نشتغل عليه عشان نحافظ على المستوى اللي يليق بتاريخ النادي الاهلي. واكد الكابتن محمود الخطيب انه واثق في الفريق وجهازه الفني على العوده وتدارك الموقف بسرعه في ظل الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الفريق والنادي. زي ما شفته وقلت اول الموسم، امتى بيبتدي يتدخل النشاط الرياضي؟ امتى بيتدخل؟ لما بيحس ان الفريق محتاج دعم، دعم معنوي، دعم مادي، دعم بلعيبه، باجانب، بتغيير محترفين. صدقوني يا جماعه بجد، يعني اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي او المدير الفني اللي بيلعب في النادي الاهلي محظوظ جدا 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 والله، وده شرف ما بعده شرف. انت النهارده حاسس انت بتلعب وراك مجلس اداره رئيسه كابتن محمود الخطيب بيدعمك بكل شكل، وجمهور كبير مستني منك مكسب على طول، وده على فكره مسؤوليه كبيره، ودايما ده الموتيفيشن بتاعك او الدافع اللي بيحركك لقدام. عندك لعيبه كلها يعني نفسها تلعب في النادي الاهلي، دايما انت نادي جاذب، فاذا ده شرف كبير جدا لاي فرد بينتمي لهذه المؤسسه الكبيره باي مكان انه يكون بينتمي ليها وبيكون بيمثلها في اي موقع.